السنة دي طلعت سعيدة على الدولار بس، وللأسف طلعت كبيسة جدا على الجنيه. هي دي حكايتنا مع 2022، السنة اللي خدتنا في دوامة ملهاش أول من آخر. فهل تراجع الجنيه كان لابد منه؟ وإيه مستقبله في 2023؟ طب هل الجنيه هيكسب المواجهة المرة دي أمام الدولار؟ أنا ماريا مجدي، وده اللي هنعرفه في الفيديو ده. وإحنا داخلين 2022 ولسه بنقول يا هادي، على أمل إن الدنيا تزهزه معانا بعد الظروف العالمية اللي حصلت بسبب كورونا. هوب بنلبس في الأزمة الروسية الأوكرانية، وعينك ما تشوف إلا النور. الدولار في بداية السنة كان ب 15 جنيه وشوية، بس مع استمرار الخلاف بين روسيا وأوكرانيا ووسط حالة القلق اللي سيطرت على العالم كله بخصوص مستقبل الاقتصاد وارتفاع الأسعار بمعدلات قياسية، خرج من مصر حوالي 22 مليار دولار في أسابيع معدودة. الحركة دي كانت البداية لأزمة نقص الدولار علشان يتعرض الجنيه لضغوط غير عادية، ويطلع طارق عامر في مارس بقرار جريء، وهو تحريك سعر الدولار من 15.74 جنيه علشان يتراوح ما بين 18 جنيه 15 قرش و 18 جنيه 29 قرش. وفي الوقت ده وصف محافظ البنك المركزي السابق الظروف اللي بتمر بيها مصر بأنها أصعب من الظروف اللي عدينا بيها في 2020 و 2021، ده غير أننا بناخد من فلوس الاحتياطي النقدي علشان نقدر نظبط الأسعار. ومن ساعتها والدولار في صعود والجنيه في هبوط لحد ما وصلنا لشهر أغسطس علشان يستقيل طارق عامر من منصب محافظ البنك المركزي ويمسك مكانه حسن عبد الله، وده في يوم 18 من نفس الشهر. وفي تاريخ تعيين عبد الله الدولار كان مسجل 19 جنيه تقريبا، وفي البداية شفنا ثبات في سعر الجنيه أمام العملة الأمريكية، لكن مع الوقت ابتدى الأخضر يكمل رحلة صعوده من تاني. ويوم ورا يوم الناس ابتدت تحس أكتر بأزمة الدولار، خصوصا مع الارتفاع المستمر في أسعار كل السلع تقريبا، وكل ما تسأل إيه السبب يقولك فتش عن الدولار. طيب السلع ناقصة في السوق، برضو فتش عن الدولار. وفضلنا مكملين على الحال ده لحد ما وصلنا اليوم 27 أكتوبر. حسن عبدالله في اليوم ده قرر اعتماد سعر صرف مرن للجنيه، يعني تعويم للجنيه بلغة الشارع. وفي الساعات الأولى من تنفيذ القرار تقدر تقول إن كل البيوت المصرية بقت ولا شركات الصرافة، كل واحد قاعد ماسك الموبايل وكل ثانية بيعمل تحديث يشوف سعر الدولار الجديد ويجري على الفيسبوك يكتبه. وبعد ما كان الدولار في مستوى 19 جنيه و70 قرش تقريبا، اهو دلوقتي مسجل 24 جنيه و76 قرش، وبكده يخسر الجنيه لأكتر من 57% من قيمته على مدار 12 شهر. والمشكلة الكبيرة هنا إن في الأيام الأخيرة من ديسمبر ومع انتشار التوقعات بتعويم ثالث للجنيه، رجعت السوق السودة من تاني بعد ما كنا قضينا عليها في 2016، وكلنا شفنا ازاي الدولار وصل 38 جنيه خلال الأيام الأخيرة. وصحيح السوق السودة في انهيار بعد الاتفاق على قرض صندوق النقد، بس أقل سعر وصل ليه الدولار حسب يعني الأرقام المتداولة هو 26 جنيه للدولار الواحد، وده معناه إننا داخلين 2023 وسعر الصرف تحت المراقبة. هل السوق السودة هتنزل للسعر اللي في البنوك ولا السعر الرسمي هو اللي هيطلع؟ طيب ممكن السعرين يتقابلوا في النص؟ سهر الدماطي الخبيرة المصرفية شايفة إن الدولار في السنة الجديدة هيبقى ب 25 جنيه، وده مع دخول دولارات جديدة لمصر زي قرض صندوق النقد أو تمويلات تانية. كمان فتح باب الاستيراد هيشغل المصانع وتطلع إنتاج تصدره فيزيد دخل البلد من العملة الصعبة. يعني الحكاية كلها مرهونة بتوفير الدولار. فهل تفتكروا 2023 هتفرح المصريين المرة دي وتبقى سعيدة على الجنيه؟ اكتبوا لنا رأيكم في الكومنتات، وكل سنة وانتم طيبين.